معلومة تنفعك طبعا، بدل ما تقص الماسورة وغرا ووجع راس، جبت لك القطعة دي متوفرة في الأسواق. كل اللي عليك تطبق الفيديو ده وزي العسل. معلومة تنفعك ولازم تكون في كل بيت جهاز راح تدعي لي عليه. كل اللي عليك تستخدمه صح، جهاز يوصل للمناطق اللي ما حد يوصل لها، يفك البلاليع، يخليك تنفجع من الأشياء اللي يسحبها أو يشفطها، بدل ما تدخل يدك وتتجرح، بدل ما تجيب لك واحد يغير لك البلاعة ويكسر لك السيراميك. مهم جدا. معلومة تنفعك بدل ما تسوي لنا مشاكل في البيت ومين اللي كسر المفتاح. الموضوع جدا سهل، غرى مسدس تسيح ونص تسيحة، فتحة المفتاح تسحب على مهلك يخرج معك. اختراع غريب وعجيب، الملابس داخلة في بعض، البنطلون خاش في الفنيل، السروال القصير داخل في الشراريب، رمت البلورات دي ولفتها مرة تانية، طلعت الملابس زي الورقة وناشفة. نقرأ عنها ونتأكد الكلام ده صحيح ولا لا. كثير من الناس تعاني من السيليكون اللي موجود في المطبخ، لونه يتغير، شكله ما هو حلو، خلاص بدأ يقلب على صفار، يشوه لك المطبخ. أنا جايب لك جهاز ينباع قطعتين، القطعة البرتقالية والقطعة السوداء. الأمر جدا سهل، كل اللي عليك تشيل بالقطعة السوداء وتوزن بالقطعة البرتقالية، والسيليكون متوفر في كل محل، والقطعة دي في المحلات أفضل شيء راح تشوفه، شيء مفيد جدا. كثير ما تزروت الله يكرمكم الحمام والحوض والبلاط، أنا جايب لك منتج متوفر في كل محل. هذه الجلدة قوية وقراها قوي وتاخذ راحتك والموية ما تعمل لك أي شيء. معلومة لمتابعينا الكرام، ركز معايا عشان تحافظ على مكيفك. كل اللي عليك تطبق اللي أنا أقوله. أول شيء ثلاثة أشياء تخرب المكيف، اللي هي درجة الحرارة خليها على 22، لا تحطها على 17 16 18، تأكد أنك أنت حتتعب الكمبريسر وحيخرب. الشيء الثاني اللي هو زر التيربو، اللي هو هذا الزر، أحفظه مظبوط. هذا إذا جيت والجو حار وتبغى تبرد بسرعة تشغله 10 دقائق وترجع تطفيه، لا تخليه على طول لأنه حيتعب الكمبريسر وحيصرف عليك أكتر وما حيطول معك. والشيء الثالث اللي هو الزر هذا فاين، اللي هو حق قوة المروحة، هذا قوة المروحة لا تخليه عالي على طول، بعد فترة حيطلع صوت المكيف لأنه حتتعب وحيخرب معك الرمان. أتمنى أنه هي وصلت بالملي.